أنا عارفة إنك زعلان. أنا مش عاوزة أسمع حاجة. اللي عمله يحيى ده غلط، إن هو يستقبلها في البيت عنده وهي ماشية غضبانة وهربانة من عندي، ده غلط. أنا اللي بربي مش هو. هو فاكر إن هو كده إيه؟ بيكسبها؟ تصدقي إن أنا غلطانة إن أنا فتحت الباب ده أصلاً، وغلطانة إن أنا سمعت كلامك وخليته يدخل في حياتهم. ده بني آدم غير مسؤول بالمرة. ولو سمحتي وفري كلامك، لأن أنا مش هسمع كلام حد غير نفسي، ومش هعمل أي حاجة غير في مصلحة بناتي. وليلى هتيجي تبات في بيتها هنا النهاردة مهما حصل. خلصتي؟ ما أنا قلتلك وفري كلامك. بس عارفة إنها لعبتها صح؟ مين دي اللي لعبتها صح؟ أنت بتتكلمي عن بنتي على فكرة. بتكلم عن ليلى. اختارت التوقيت صح ليكوا أنتوا الاتنين. طبعا هي عارفه رد فعلك ده كويس قوي، وعارفه كمان ان ابوها مستني فرصه عشان يقرب منهم ويحس ان هو اب. اب؟ خليني ساكته احسن. انا جايه اقولك ان كلامك صح، بس الطريقه غلط. ما احنا كنا قدهم وعدينا بالمشاعر والحب والمراهقه، مرحله يعني لازم يعدوا بيها. بس ليلى تحديدا ما ينفعش المشاكل تتحل معاها في المرحلة دي بالخناق. حضرتك جاية تقولي يا ربي بناتي ازاي؟ أنا ما اسمحش لأي حد يتدخل في تربية بناتي أو يقولي أعمل إيه وما أعملش إيه. لا أنا مش جاية أتدخل في تربيتك لبناتك، بس عايزة أقولك إن بناتك كبروا ومحتاجين يتصاحبوا، وليلى تحديدا عشان مش أول واحد يقول لها كلمة تجري تترمي في حضنه. وبقولك الكلام ده عن خبرة أنا شخصيا عديت بيها. وعايزه اقولك كمان ان محدش هيكسر لك كلمه مع بناتك، وان يحيى هيعمل كل اللي انت عايزاه. هو ده اللي انا جايه اقوله لك علشان تهدي وتعرفي تفكري. ناديه، جوازك ورجوع يحيى في نفس الوقت عمل لخبطه للبنات وليكي انت شخصيا، وليلى تحديدا. شبيه ملوش لزوم. أنا هكلم يحيى، هخليه يجيب ليلى من السنتر ويجي على هنا. سنتر؟ برضه راحت السنتر؟ هو أنا بقول إيه يا نادية من بدري؟ اهدي بقى. هو أنا جبتك هنا عشان أنتِ محتاجة تسندي عليا. محتاجة ما تفكريش في أي حاجة خالص. فكرش إزاي يعني؟ عشان إحنا ما قدامناش غير حل واحد. إيه هو؟ لازم نتجوز عرفي. بس انا مش هقدر اخد القرار ده. انت اصلا ما قدامكيش غير القرار ده يا حبيبتي. انت لما هتعملي كده هتحطي باباكي ومامتك قدام الامر الواقع. هما يمكن في الاول هيزعلوا شويه، بس في الاخر هيوافقوا، هيقاطعوكي حبتين، وبعدين الايام هترجعهم صدقيني. وانت في الاول والاخر ما عملتيش حاجه غلط، انت حبيتي وهتتجوزي صدقيني. على فكره أنا عمري ما فكرت أخد القرار ده مع حد، بس أنا عاوز أخد القرار ده معاكي. عايزك تكوني مسؤولة مني، وساعتها كل اللي أنت عايزة تعمليه في حياتك هتعمليه. يا حبيبتي أنت عقدتي علاقتك بكل اللي حواليكي، فلازم حاجة كبيرة تحصل في حياتك تخليكي تبتدي معاهم من جديد. مش عارفة يا خالد. هو أنت بتحبيني ولا لأ؟ محبش غيرك. يبقى لازم ننفذ اللي اتفقنا عليه. خايفة. معقول؟ يعني كل التردد ده عشان خايفة مني؟ مش خايفة منك، أنا خايفة من كل حاجة. طيب، هو احنا دلوقتي مش قاعدين لوحدنا والباب اهو مقفول علينا؟ يعني أنا ممكن أقرب شوية، أغلس حبتين عشان يعني صح؟ ساعتها أنا هبعد. وأنا عمري ما هعمل كده، رغم إني هموت وأعمل وهعمل كل ده، بس انا مش هعمل حاجه زي دي عشان انت بالنسبه لي مش فتره وهتعدي. فهماني؟ ها نعمل كده ونجيب الورقتين ولا ايه؟ لا مش دلوقتي. طب خلاص خلاص، شوفي امتى وحددي زي ما تحبي. تمام. مالك اتوترتي ليه كده؟
ده تلاقيه عم عوض جايب الوصولات، ما تلاقيش قوي كده. يا عم عوض هات. في ايه؟ مين حضراتكم؟ مين حضراتكم؟ هي وكاله ولا ايه؟ مين حضراتكم في ايه؟ ليلى اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.